لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة. الليل هذا العالم سينتهي، ربنا بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك. لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا. بسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. بمشيئه ربنا هناخد الاصحاح الخمستاشر من سفر رؤيا يوحنا الحبيب. الاصحاح الاربعتاشر بتاع المره اللي فاتت كان بيكلمنا عن العرس اللي في السماء. زي ما قلنا كتير ان في كل سفر الرؤيا يدي منظر مفرح قوي قوي، ويدي المنظر اللي فيه الألم، ويرجع تاني يدي المنظر التاني مفرح، فالإنسان يبقى حاسس إنه عايش في حب ربنا وفي رعايته. مرة الفاتت شفنا منظر السماء، الحمل اللي يضم الكنيسة بتاعته من العهد القديم والعهد الجديد، 144 ألفاً غير الدانسين، والسماء نفسها متهللة بكل طغماتها تمجد الكنيسة اللي احتملت الآلام بصبر، وفي نفس الوقت تؤكد ترحيبها بالمجاهدين، لا سيما في عصر ضد المسيح أو الدجال وفي عصر النبي الكذاب. النهاردة هيكلمنا عن مشهدين، المشهدين دول بيعدوا زي ما سمعنا في الترنيمة لسكب الجامات السبع في العالم. يقول ثم رأيت آية أخرى في السماء عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم السبع ضربات الأخيرة، لأن بها أكمل غضب الله. ورأيت كبحر من زجاج مختلط بنار، والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه، واقفين على البحر الزجاجي معهم قيثارات الله، وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الخروف قائلين: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين، من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك، لأنك وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك لأن أحكامك قد ظهرت. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. فطبعا سكب الجامات زي ما شفنا في الترنيمة سكب على الأرض وعلى البحر وعلى الأنهار وعلى مملكة بابل أو ضد المسيح، وأيضا السكب لإعلان مجيء الوحش والسكب لمجيء المسيح في الآخر علشان دينونة الأخيرة للأشرار والمجد للأبرار. أول حاجة هنا أقدر أسمي أصحاح الخمستاشر إعداد لسكب الجامات. إيه الإعداد؟ قال فتح السماء قدامه، شاف منظر عجيب، يقول رأيت آية أخرى عظيمة وعجيبة، وإنها ده كله يقول سبعة ملائكة معهم سبع الضربات الأخيرة. رأيت كبحر من زجاج مختلط بنار، والغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه، واقفين على البحر الزجاجي معهم قيثارة الله. الآية دي أو الآيتين يعني لزاز قوي، هي آية واحدة بيقول شاف بحر من زجاج.
لكن مش بحر عادي، لكن مختلط بنار. يعني انت لما تلاقي بحر، البحر مش ممكن يكون جواه نار. ده لما بيحبوا يطفوا النار بيجيبوا ميه عشان يطفوا بيها النار. فكون ازاي تظهر النار في وسط البحر الزجاجي؟ البحر في الواقع يشير الى المعموديه. شفناه قبل كده انه تكلم عنه في سفر الرؤيا، انه امام العرش بحر كما من البلور، رائع لانه بيعكس بهاء مجد ربنا. كل اللي يبص فيه يشوف مجد ربنا. المره دي نشوف البحر الزجاجي، ما قالش عليه كالبلور ولكن المختلط بالنار. ايه حكايه المختلط بالنار؟ بقين على ابواب مجيء ضد المسيح، وبلا شك ان العصر ده هيبقى عصر رهيب كله الام وضيقات، لدرجه السيد المسيح نفسه يقول لو امكن حتى المختارين ان يضلوا. ففي هنا النار تشير الى نار الضيقه الشديده اللي هتكون موجوده، لكن هو هيطمنا بعد كده ان وسط الضيقه دي في خير. وشاف الغالبين على الوحش وعلى صورته وعلى سمته وعلى عدد اسمه. يعني عايز يأكد ان هو ده الوحش اللي اتكلم عنه سفر الرؤيا، الصورة بتاعته انه مجروح والسمة بتاعته انه يحمل سمة النجاسة، وعدد اسمه 666. واقفين على البحر الزجاجي معهم قيثارات الله. حاجة جميلة قوي. تخيل البحر مولع نار، وفوق البحر مين بيتمشى؟ واقفين أولاد الله أو المؤمنين ماسكين مش قيثارات، لكن ماسكين قيثارات الله. في فرق بين القيثارات وبين دي قيثارات من عمل إيدين مين؟ من عمل إيدين ربنا. أحيانا الإنسان يدخل في ضيق ويشعر أنه كما لو كان في النار، زي السلاسفتي كانوا في أتون النار، ولكن قدموا قيثارة. طبعا ما عندهمش قيثارات معمولة من الخشب والأوتار بتاعت القيثارة المعروفة، لكن قدموا تسبيحة هم نفسهم بقوا قيثارة الله. والتسبيحة بتاعتهم لغاية النهاردة الكنيسة تسبح بيها في التسبيحة. عايز يأكد ربنا ان كل ما بتحصل ضيقة، كل ما يبقى في نار ملتهبة، الله بيشتغل. بيعمل ايه؟ يحول النار الى مكان فرح. يعني دايما يخافوا من الايه؟ من الغرق. الناس تخاف من الغرق ومن النار الحريق. يعني دايما يقولوا حاليا اكتر حاجتين، طبعا ما فيش نظام الصلب حاليا، لكن اكتر حالتين يخافوا منها الناس في الموت، يقولك نجينا من الغريق من الغرق ونجينا من ايه؟ من النار. العجيب ان هم واقفين فوق المية البحر الزجاجي وواقفين فوق النار، بس مش واقفين في النار عشان يغرق عشان يتحرقوا، ولا في المية عشان يغرقوا، انما تحول هذا الجو الى خورس. العدد بتاعهم 144,000، طبعا ده عدد رمزي. جميع المؤمنين في العهد القديم وجميع المؤمنين في العهد الجديد مسكين قيثارات الله بيسبحوا. تخيلوا مثلا لو اتعمل حفلة وبعدين حبوا يجيبوا حد ناس سبيشاليست في الخورس، وجابوا 30-40 قيثارة، وكان كمانجا،
إلى آخره من أدوات الموسيقى، تقول ياه كل ده. تخيل اليوم ده اللي لما هنطلع فوق مش هنلاقي 30-40 قيثارة ولا 1000 قيثارة، بلايين البلايين كل البشرية اللي قبل اللي صارت في السماء ومتمتعة بشركة المجد الأبدي، صاروا هم أنفسهم كقيثارة، والكل يسبح مع بعض بروح واحد وبقلب واحد. قد إيه المنظر مفرح، وقد إيه الواحد مشتاق يشوفه. وهم يرتلون بقيثارات الله، وهنا برضو عايز أقف عند قيثارات كلمة الله. في فرق بين واحد يقول لك أنت متضايق. أذكر قريت قصة زمان عن واحد في إنجلترا وكان متضايق قوي، فراح لدكتور نفسي سايكاتريك، فقعد يحكي له المر اللي هو فيه. قال له أقول لك علاج؟ قال له في فلان الفلاني ده يعني ممثل كوميدي وبيقول نكت وحاجات زي كده. فقال له ده روح احضر له كم مرة تغير جو. فبص له كده الراجل، قال له أنا هو اللي أنت بتكلم عنه، أنا اللي أنت بتكلم عنه، لا عايزني أروح أسمعه. قال له بكل المر ده وبتضحك الناس؟ قال له آه، لكن اللي جوه إيه؟ مليان مرارة. ده عكس بقى قيثارات الله، يبقى الإيه؟ يبقى الحلاوة والعذوبة والترنيم طالع من الأعماق من الداخل. الخارج فيه مرارة، غير المؤمنين مرعوبين، وأولاد الله في فرح ومجد من الداخل ومن الخارج. وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الحمل قائلين عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء. امبارح كنت قاعد كده أرى في سفر ابن سيراخ في الأصحاح التاسع، لقيت آية جميلة قوي تنطبق على الكلام ده. في الأصحاح التاسع الآية 10 جه في ابن سيراخ يقول لا تهجر، يعني ما تسيبش الصديق القديم، فإن الحديث لا يساويه. الصديق الحديث يشبه خمرة جديدة إذا عتقت طاب لك شربه. ناس كتير يحبوا يغيروا الأصدقاء، يعني حتى المثل العادي يقول لك اللي ليه مش عارف أحبابه نسي أصحابه ولا إيه أو مش حافظه. لكن يعني العادة كده إن الواحد أول ما يتعرف على شخص ويحبه ويكون صداقة معه ينسى الإيه؟ ينسى القدام. فابن سيراخ بيقول اوعى تعمل العملة دي، اوعى تهجر الصديق القديم، لان الصديق الحديث مش زيه. الصديق الحديث جديد لكن عامل زي الخمرة، لما تعتق وتبقى عتيقة الايام يبقى طعمها حلو. احد تلاميذ القديس أغسطينوس في اوروبا اسمه فيجلنتينوس قال شرح لذيذ غالبا أخذه من أغسطينوس. بيقول مين الصديق القديم ومين الصديق الجديد؟ مين؟ قال الصديق القديم العهد القديم، والصديق الجديد يبقى العهد الايه؟ الجديد. وأغسطينوس كان ليه عبارة مشهورة قوي يقول ايه؟ لو لم أعرف العهد القديم لما آمنت بالعهد الجديد. مين اللي كان يلمني على الصليب؟ أشعيا النبي، داود النبي ثقب يدي ورجلي، وهكذا. فأنا تأكدت من اللي جاي ده هو يسوع المسيح المسيح المخلص من العهد القديم. مين كان حيفهم قيمة الذبيحة لو لم يدرس الذبائح في سفر اللاويين 8 أصحاحات الأولى؟ لما الواحد يدرسهم يقول إيه جمال الصليب ده،
مين كان حيعرف ان اللي اتولد في بيت لحم في افراثة هو ده يسوع المسيح العهد القديم؟ مين يعرفنا ان المسيح هو الله نفسه؟ يولد لنا ولد ونعطى ابنا، وده يقول عنه ايه؟ إلها مشيرا إلى آخره، والنصرة بتاعته على كتفه اللي هو حامل الصليب. إذن العهد القديم غاية الأهمية عشان تذوق حلاوة العهد الجديد. فلما نسمع ترنيمة موسى نقول له إيه يا موسى أخبارك؟ يقول لك وأنا داخل كده مع شعبي في البحر، بحر صوف أو البحر الأحمر، كنا قاعدين نغني ونسبح، لكن مش بنغني ونسبح عشان بنعبر بحر صوف، لكن بنغني ونسبح لأننا حنعبر جهنم وندخل مش إلى البرية لكن ندخل إلى الفردوس وبعد كده نعبر إلى السماء. فموسى سر جماله وقوته وعزبته انه قدام عينيه الخروج الحقيقي اللي تممه المسيح بالصليب. وبعديها ترنيمة الحمل، لان على الصليب كشف الحاجات اللي تنبأوا عنها في العهد القديم والرموز الموجودة سواء في الشريعة او في العبادة والذبائح والخيمة الاجتماع أو الهيكل إلى آخره. كونه يسمي العهد القديم الصديق القديم والعهد الجديد الصديق الجديد، ده معناها أن علاقتنا بالكتاب المقدس علاقة إيه؟ علاقة صداقة، أصحاب. إنجيلي بالنسبة لي مش كتاب بقرأ فيه كلام، إنجيلي فيه لقاء مع كلمة الله نفسه رب المجد يسوع. عشان كده يقولوا ان الانجيل هو كلمة الله المكتوبة والمسيح هو كلمة الله المتجسد. فمحتاجين باستمرار نكون صداقة مع الكتاب المقدس بعهده، ونكون صداقة مع مسيحنا اللي اعلن عن ذاته في العهد القديم وجه بنفسه في العهد الجديد. وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد الله وترنيمة الحمل قائلين إلى آخر. فنفسنا ما نفصلش بين العهد القديم اللي هيئ للعهد الجديد ولا العهد الجديد اللي كشف عن عمق العهد القديم وأسراره. إيه الترنيمة اللي حيقولها الاثنين سواء رجال العهد القديم أو رجال العهد الجديد؟ يقول عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين، من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك لأنك وحدك قدوس، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك لأن أحكامك قد أظهرت. إيه حكاية الترنيمة دي والتسبيح ده اللي بيسبح به رجال الكنيسة في العهدين؟ الكنيسة واقفة على البحر الزجاجي المعمودية، تمتعت بالبنوة لله ومختلط بالنار، نار الضيق الشديد. النار لها عملين بالنسبة لأولاد الله. النار تحول الإنسان إلى شبه ملاك يشترك في التسبيح مع الملائكة ويعيش كما في الفردوس. النار بالنسبة للأشرار يزدادوا عناد بدل ما يرجعوا ربنا. يعني التجربة هي هي، التجربة هي هي، واحد بالتجربة يبقى شبه ملاك وواحد بالتجربة يبقى شبه الشيطان. يعني عمل التجربة انها تكشف الاعماق اللي جوه. لو فينا روح التذمر
هتتحول التجربة إلى إيه؟ هتتحول إلى عناد وضيق وتبرم. إذا كان فينا روح الفرح والتسبيح والثقة والاتكال على ربنا، تتحول التجربة إلى دخول في حضرة الله. لو سألنا أيوب نقول له لخص لنا كل التجربة بتاعتك اللي أخذت، البعض بيقول إنها وصلت لحوالي 30 سنة أو أكثر شوية، قل لنا ملخص كل التجربة. يقول لك ملخص التجربة في حاجة واحدة: كنت بسمع عن الله بالأذن، أما الآن فقد رأتك إيه؟ عيناي. أما الآن إيه اللي جابك تشوف ربنا؟ ما سمعناش عن أيوب قبل التجربة إنه عاين ربنا، أقصى حاجة كان بيقدم ذبائح، كان إنسان خايف على أولاده عشان عايزهم يكونوا مقدسين، لكن ما سمعناش إن ظهر له ربنا أو حتى ملاك من الملائكة. لما دخل في الضيق رأى بعينيه الذي لا يرى، رب المجد أو الله الغير منظور. لما تيجي تجربة الواحد يدخل كده مخدعه ويرفع عينيه ويقول له: أنت عايز مني إيه؟ أنا مش عايز حاجة يا رب، لا هقول لك خلصني من التجربة ولا هقول لك ردي لي الظلم من اللي ظلموني بيه، لكن هقول لك حاجة واحدة. ممكن أقول مع أيوب إن زمان كنت بسمع عنك بالأذن والنهاردة يا ربي رأتك عيناي. فأولاد ربنا كل ما بيدخلوا في ضيقة، الناس اللي برا يقولوا يا عيني فلان ده تعبان، هو من جوه غاية في الفرح والتهليل. ودي بنلاقيها في حالات كتير. يعني أنا أذكر مرة إيه، سنة 71 كان طلعوا عملوا لاي أوف في عدد كبير من السيتي بتاعت لوس أنجلوس أو الكاونتي بتاعت لوس أنجلوس، وكان في عدد كبير من الأباط بيشتغلوا هناك. فأنا قاعد في الكنيسة لقيت واحد جاي في وسط الأسبوع قال لي: أنا ندمان. بقول له: ليه؟ قال لي: إيه اللي جابني؟ ما أنا كنت بشتغل ومبسوط في مصر وكل الشغل، ما حدش في يوم من الأيام يديني لي أوف، وهم كانت ماشية، إيه اللي يحطني في الضيق اللي أنا فيه ده؟ وحاولت أتكلم معاه بهدوء. مشي، ده جه واحد تاني بقول له: هقول لك خبر رائع. قلت له: إيه؟ قال لي: النهاردة أنا خدت لي أوف. قلت له: ايه الرائع فيه؟ قال لي: ربنا بيقول لي كمل دراسة، هقعد اكمل دراسة وادور على شغل، واللي طلعني من الشغل ده هيجيب لي شغلانة تناسب الدراسة اللي انا ادرسها. التجربة واحدة والمكان واحد والظروف واحدة. واحد التجربة خليته يزداد زهق وضيق وندم على حياته عايز يرجع تاني، والتاني التجربة خلته يفكر في اللي جاي بكرة من إيدين ربنا أحلى بكتير من الموجود النهاردة. أمور كتيرة أحيانا نظن إن ما فيهاش عناية ربنا أو رعايته، لكن أفكار الله غير أفكارنا ورعايته لا ينطق بها. ممكن يضغط علينا شوية لأن ده بيطلعنا نشوف ربنا ونتمتع برؤية ربنا. فبيقول له كده ايه: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها الرب الإله القادر على كل شيء، عادلة وحق هي طرقك يا ملك القديسين. احنا شايفين كده واحنا واقفين قدامك منظرين، شايفين منظر اتحادنا مع كل رجال العهد القديم والجديد الكنيسة الواحدة، وشايفينك انت بتحولنا من اناس جسدانيين الى اناس يسلكون بالروح، وبتحول جسدنا الى قيثارة يعزف عليها روح ربنا، بينما شايفين الملائكة بتتهيأ عشان تاخد السبع جامات واحد ورا واحد هيرموهم على الارض.
الناس اللي عرفوا يطلعوا ويقفوا على البحر الزجاجي المختلط بالنار، دول بقى آخر عز، قاعدين يسبحوا مع الملائكة بتسبيحة موسى وتسبيحة الحمل. الناس اللي مربوطين بالأرض ومش عايزين فكرهم يطلع لفوق، غلابة كل شوية يدلق عليهم إيه؟ جامة، يقولوا ما فيش بقى أوحش من كده. التانية تطلع أصعب، التالتة تبقى أصعب، وهكذا. فلازم ناخد قرار، يا ترى نحب نقعد مع الموجودين أمام العرش ونحمل قيثارات الله ونسبح ربنا بتسبيحة موسى وتسبيحة المسيح، أم أننا لا نبالي بالأبدية وننشغل بالتراب والرماد فتسقط الجامات على ربنا، ما يسمحش على أي واحد فينا. بيقولوا له إيه؟ بيقولوا له الحقيقة إحنا مذهولين. إلا الزهل بخليكم مذهولين. قال أنت هو الإله القادر على كل شيء. يعني إيه؟ يعني أنت إله بتعمل على مزاجك؟ قال لا. يقول له إيه؟ عجيبة هي أعمالك، عادلة وحق هي طرقك. عادلة لأن الجامات اللي نازلة عادلة، الناس اللي اختاروا لنفسهم أنه يشربوا ثمر الخطية بتنزل عليهم الجام، وحق بالنسبة لينا لأننا التقينا معاك لأنك أنت هو الحق. فالعدل والحق ما بيتشالوش من بعض. شايفين منظر الجامات اللي في طريقها للنزول، وقالوا هنعمل ايه ده؟ انت عادل وما حدش يقدر يقول لك ليه بتعمل كده. وشايفين المجد اللي هم فيه، بيقولوا له احنا ما ايه ده عملك معانا اللي عامل معانا كل الايه الخير اللي احنا عايشين فيه. من لا يخافك يا رب ويمجد اسمك لانك وحدك قدوس، ما فيش عندك اي غلط، انت القدوس. لان جميع الامم سياتون ويسجدون امامك لان احكامك قد ظهر أظهرت. هيجي كل الأمم ويسجدوا، واحد يسجد كده يشوف بهاء مجد ربنا، يقول له إيه يا رب الجمال اللي أنت لحنا فيه ده؟ ما كنتش أتخيل كل أيام غربتي على الأرض إن أنا هشوف المنظر بتاعك اللي لا يعبر عنه. وواحد تاني يسجد يشوف عينين ربنا لهيب نار، ويقول للأكام اسقطي علينا والجبال والأكام اسقطي علينا من وجه الجالس إيه على العرش. المنظر واحد، واحد بيشوف المسيح في كمال مجده، والتاني بيشوف المسيح الديان اللي بسبب خطيته، خطية الإنسان يعني، هيحرم من هذا الحضور الإله. هيبتدي بقى يوضى بالإيه؟ نزول أو سكب الجامات السبع. الآية 5، ثم بعد هذا نظرت وإذا قد انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء. ده في خيمة شهادة في الإيه؟ في السماء. إيه اللي بتقوله يا يوحنا ده؟ هو في خيمة في السماء؟ قال أصل الخيمة اللي اتعملت مين؟ اتعملت مين اللي خططها؟ ربنا نفسه. يقول الكتاب إنه أعلن ربنا المثال لموسى اللي اتعمل عليه الخيمة، وبالتالي بنفس الحكاية نفس الخيمة تحققت بصورة تانية في هيكل سليمان. فيوحنا لما بص كده للسماء كأننا في خيمة بس على مستوى سماوي، خيمة الشهادة في السماء. وخرجت السبعة الملائكة ومعهم السبع الضربات من الهيكل، وهم متسربلون بكتان نقي وبهي، ومتمنطقون عند صدورهم بمناطق من ذهب. ايه ادعى انه يوسف ما يقول ملائكة وخلاص، لكن ده بيوصفهم السبعة. اولا متسربلون بكتان، الكتان علامة الطهارة والنقاوة، والكتان ده من صنف نقي، وايضا بهي. ليه بهي؟ لأنهم هم واقفين ولابسين الثياب البيض ففي حضرة ربنا، فربنا بيسكب شمس البر، بيسكب بهاء عليهم،
فيبص مش عايز يقول ان ثيابهم بيض لونها ابيض، لا، انا لما ببص مش شايف الالوان، انا شايف نور طالع حتى من الثوب بتاعهم. ده مش نور البلاك، ده النور المنعكس اللي جاي من ربنا عليهم. فهم الملائكة خليقة بارة مقدسة لا تصنع ظلما، إنما طلب منها أنها تسكب هذه الجامات. ومتمنطقون عند صدورهم بمناطق من ذهب. المنطقة دي بتبقى الإيه؟ الناس الأغنياء أوي زمان يلبسوا منطقة ذهبية في وسطهم، يعني يمكن لفترة. أتذكر وأنا صغير قوي الناس اللي هم بيبقوا يعني بيسموهم كبار البلد، تلاقيهم لابس كده لبس خاص ثمين ومنطق نفسه كده زي الحزام عريض ويحطوا فيه الذهب أو حجارة كريمة. فهم يعني كائنات لها تقديرها أمام الله، فداهم مناطق من ذهب، والذهب علامة السماء، فيعني ما فيش أي حاجة ترابية هتعكر تصرفاته. وواحد من الأربعة المخلوقات الحية، أو بيترجموها أحيانا الحيوانات، أعطى سبعة الملائكة سبعة جامات من ذهب مملوءة من غضب الله الحي. حاجة يعني جميلة إنه المنظر اللي فوق لما اتكلم في بداية الأصحاح شاف البحر من زجاج مختلط بالنار، وعليه واقفين المؤمنين اللي صاروا حاملين قيثارات الله، دول بيشتغل. هنا حاب يأكد حقائق لما ربنا يسمح بالضيق، لأن الجامات السبع علامة غضب ربنا أو تأديب ربنا للأشرار. أول حاجة، انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء، يعني ده صدر الأوامر مش من الملائكة لكن صدر من الله الساكن في وسط شعبه. يعني كان ممكن يقول إيه؟ كان ممكن يقول وأعطى الله، أو كان الله جالس على العرش وخلاص، لكن هو كان يقول إن في خيمة شهادة وانفتح الهيكل فيها، معناها إن اللي بيكلمنا الله اللي جوه الهيكل، اللي هو بنسمي الهيكل مسكن الله مع الناس. فأول حاجة إن اللي أصدر الأمر هو الإله اللي هو بنسميه يهوه، الله الساكن في وسط شعبه، فلازم يدي القرارات ما يظلمش حد. واتفتح الهيكل وصدرت الأوامر، وبعدين لقي واحد من الأربعة مخلوقات الحية الحاملين العرش سلم الملائكة السبع جامات من ذهب. معنى كده أنه أكتر من طغمة بتشتغل لحساب يوم الدينونة، سواء بالنسبة لحساب الأبرار اللي هيتمجدوا، أو بالنسبة للأشرار اللي هتسكب عليهم جامات غضب الله. في تناسق جميل، زي ما في تناسق جميل قلنا الصديق القديم والصديق الإيه؟ الحديث. الصديق القديم يقول لك لا تهجر الصديق القديم، هو يجي لك صاحبك صاحب جديد تقول أنا ينس سيبك من اللي فات. لما يجي لك الكتاب المقدس وخدت تمتعت بعمل المسيح والصليب والقيامة ومجيئه الثاني إلى آخره، تقول ده إيه؟ ده ورد في العهد القديم، تنبأ عنه الأنبياء، وجاي أيضا خلال الرموز في الهيكل أو الخيمة أو في العبادة أو في النبوات. فالاثنين يشتغلوا مع بعض، العهد القديم والعهد الجديد. هنا بقى بيشتغلوا الملائكة مع بعض، الملائكة المخلوق الحي أحد الأربع مخلوقات الحية مع السبع ملائكة.
ما فيش حاجة تفرح قلب ربنا قد الشغل المشترك، فيش حاجة تفرح قلبنا قد الحب بين الناس وبعضها البعض، وبين الناس والملائكة، وبين الملائكة وبعضها البعض. الله حب، ويعلن هذا الحب سواء بين البشر وبعضهم البعض، أو البشر مع الملائكة، أو الملائكة مع بعضهم البعض. هو تفتكر أن الملائكة ما لهمش؟ لا، هو بيتعاملوا مع بعض. ناس كتير تتخيل الملائكة كأنها كائنات كده جامدة قاعدة تسبح وخلاص. لا، في شغل، بيصلوا من أجل الكنيسة، وبيعملوا لأجل الكنيسة، وبيتعاملوا مع بعض بحب. فأي إنسان يحب يكون على التصاق بالله لابد أن يحب، والحب بتاعه أن لا يسخر من أي إنسان حتى ولو كان طفل صغير. كنت دايماً الأسبوع ده كنت بتذكر كلمة أبونا بشوي لا ينيح نفسه بشوي كامل، قبل ما يبقى كاهن وبعد ما بقى كاهن كان يقول الكلمة العبارة دي. يقول الخادم بتاع مدارس الأحد، وكان أيامها خادم مدارس أحد، شغلته إيه؟ خدام ولاد سيده. يعني ما يقدرش كده العيل يضربه ولا يستخف بيه ولا يقولك ده أصله مش عارف بيته ما ربهمش. لا، ده مش ملك صالح بباباه ومامته. بص للطفل اللي مات المسيح من أجله، فكان يسمي الخدام، يقول لك خدامين ولاد ايه؟ ولاد سيدهم. امين مدارس الاحد يسميه خدام الخدامين بتوع ايه؟ اللي بيخدموا ولاد سيدهم. الكاهن يبقى خدام الخدامين. الاسقف يبقى اكتر من كده، البطرك يبقى فوق الكل خدام ايه؟ الكل بتوع ولاد ربنا. فهنا تبان قد ايه اعتبار السمائيين للعمل المشترك مع بعضهم لحساب خلاص البشرية. أعطى السبعة الملائكة سبعة جامات من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. هو ربنا بيغضب؟ لا، هو مش بيغضب. أمال ليه الكتاب المقدس بيقول غضب الله؟ غضب الله حب. غضب الله حب. لو ابنك جه يحط ايده في النار في البوتاجاز، بتضربه على ايه؟ على ايده كده عشان ما يعملهاش تاني قبل ما ايه؟ قبل ما صبعه يوصل للنار، ويمكن يعيط. تضربني ليه؟ هو اصل لو سبتك شويه كنت هتحرق ايدك. فاحيانا ربنا يضرب كده علينا مش لانه بينتقم، لكن غضبه ان هو يريد ان الكل يخلصون والى معرفه الحق يقبلون. عشان كده كتير من اباء الكنيسه الاول يقولوا غضب الله حب وحنو، ولكن بحزم لاجل خلاصنا وابديتنا. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله ومن قدرته، ولم يكن أحد يقدر أن يدخل الهيكل حتى كملت سبع ضربات السبعة الملائكة. إيه ده؟ بس لقي يوحنا الحبيب الهيكل اللي في السماء امتلأ بالدخان. مش ده الهيكل اللي بيقول عنه لسه في الآية 5، وإذا قد انفتح هيكل خيمة الشهادة في السماء وخرجت السبع ملائكة ومعهم السبع جامات أو ضربات من الهيكل، ليه اتملى دخان؟ الدخان والضباب يشيران إلى مجد الله. لما سليمان وقف يصلي عند تدشين الهيكل امتلأ المكان كله بالدخان والضباب. وموسى لما كان بيدخل أيضا الخيمة الاجتماع كان بيحصل نفس الحكاية. فهنا يعلن إن ما يحدث يحدث من أجل مجد الله، امتلأ من الدخان.
الحاجه الثانيه امتلاء من الدخان. ليه؟ لانه في الدخان ما تقدرش تشوف حاجه. وسط الضيق الواحد بيقول كده، يقول يا رب انا مش عارف يا رب ايه حكمتك في الموضوع الفلاني. يقول لك طب بس استنى شويه، لسه عينيك تعبانه من الايه، من الدخان. لما عينيك تتشال منها الدخان وتيجي تطلع فوق، هتعرف ان كل اللي كان بيحصل لك في خطه الهيه لاجل خلاصك ولاجل مجدك. فالدخان هو ايه؟ هو مجد الله، وايضا علامه عدم قدرتنا على ادراك خطه الله من جهه خلاصنا، وعدم ادراكنا لاحكام الله. محدش يقدر يحللها بالمنطق البشري، لكن عايزه منطق سماوي. ولم يكن احد يقدر ان يدخل الهيكل حتى كملت 7 ضربات ال7 الملائكه. هيكل دلوقتي مكرس في فتره الانتي كرايست، ان الضربات على الاشرار، الضيق اللي يحول المؤمنين الصادقين الى ملائكه حاملين قيثارات، واللي ايضا يدين المعاندين المصممين على عدم الرجوع الى الله. فبيقول ما حدش يدخل لانك مش هتفهم حاجه، هيصبح الهيكل ده ما فيهوش غير مجد الله، حتى الملائكه طلعوا يرموا او يسكبوا هذه الجمل. دي صوره صغيره، مره الجايه ان شاء الله نبتدي في 7 جمال. لإلهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين.